صباح الخير صراحة. انت تريت ولا لا؟ شو جاي تشوف؟ خمير قاوي فنان وعلى وجه السمسم وغادي غير يوم التزيين متريج، ليش جاي ودي ثانية؟ شو يعني جاي تشوف؟ بس بتمتن بغادي بطنك ثلاث تمنن. شو مشكلتكم مع صلاح؟ شو بلا صلاح؟ شو مشكلة؟ شو خبرني الحمد، شو المشكلة عاد؟ انت اللي تقول الحين ما تعرف المشكلة. شو المشكلة أسد؟ وليد هذا غني داخل هي. يصب سوي رياضة انزين، هو ركب هذا انزين، هم في رياضة انزين، هذا أمس ما يحصل دابي. شو بوظبي في ويدود انزين، شو بلحين، شو يعني توكم ماخذينه جديد هذا؟ لا بمالي ها دبي على من دبي جايبينه؟ ايه؟ نحن وين بينا يا ابوك هالدرب اللي كله من دبي؟ يا ربي يا دبي، ما شاء الله سويت لنا سبب ويا صلاح، ولا خير حينه صلاح، ولا خير يعني وياك، يعني شو الحل؟ تصير تسوي اللي يركبوا له هذا داخله. يلا. بس هذا اللي تسوي متروس؟ بيمزرون لك هذا اغنى وبيحطوا لك اياه وانت تستعمله. موبايل؟ ان شاء الله. ابشروا بالريوق وصل، وهذا الريوق على ما تشوفون اليوم ريوق ميحد، بيضه وحده ورود تيه وخيار ليش يا فرنش تودي لايك ذس؟ يا ربي يا رب، ها ما نفر مريض مره دريج كترول. اقول لكم ترى هذا ريوقي، بيضه وحده وخياره وحده شويونه تخس ورود تيه وحده، ها قرمه ونص بيضه، وان شاء الله لين تاريخ 4/8 بيخف الوزن. احنا كان باكر روتيه وحده الغدا شويونه تعيش هالكثير وماشي لا حلا ولا يعني ما اكل شيء يحيل، ما اكل شيء يعني. المشكله يوم اسير دبي كنترول ماشي الاكل، يعني شو الاكل تقدر تسويه انت رحمه وتقدر تسوي نقمه، هاي مشكله. وانا ما اروم اسوي كنترول ان شفت شيء قدامي الوقت اللي خطف لين قبل شهرين، والله كل دوم اسوي كنترول غير الحين، والله توني بادي من كم من يوم سويت يعني غير امس يوم صرت دبي هاليومين اللي الويكند اللي خطف يوم الخميس الجمعه اخترب الكنترول، جايبين يميع الكيك ويميع العصيد وجايبينهم ويميع الخبيص، يعني شيء اكولات يعني ما تروم تقاوم، مصيبه. ومن رديت ابو ظبي شفت لي من الذنب، شفت لي كانك جات الحد ولا ماكل حلال ايتام تيح انا استعمري سبحانك. شو مشقه صراحه؟ اه شو حاط؟ شو مشقه العاده؟ انا وين اسمع؟ شو؟ ما اسمعك انا صلاح 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 ما تسمعني؟ اسمع وين تسمع؟ شو مشغل؟ اسمع اسمع شلات يا حافظ عليك. شو الحين شبعت الحمد لله اللهم لك الحمد يا اخي، بعد ساعه ونص ارد ايوع الحين، هاي المشكله اليوع كيف يعني؟ اكلت الروتيه هذه البتوست وشويونه خس وبيضه وخياره خلاص انتزر بطني الحمد لله اللهم لك الحمد، خطف ساعة ولا ساعتين خلاص يعني اليوع، وانا الشيء حرحر في كبدي تحرحين البلاء. ناهيك عاد عن يوع الساعة هنتين الظهر ولا هنتين ونص، اوه الساعة غادي مرة ما تحاكى من اليوع شوي وبق. وايد تأخرت اليوم، اليوم وايد تأخير. عيسنا ونحن ترياك. أنا شو غلطك يا أستاذ رتب؟ شروب ابو يقاض السكري ما شاء الله، هذا روحه غير ما يندرى شو اسمه، هذا السكري وهذاك ما شاء يا المنكر يا المنكر المعدي يا المنكر المعدي ياير انت ياير. هذا اذا ضاع والله لا اذبحك انا ما قدرت شيء. هي تحمد شو تقول صلاح؟ روح وين؟
ابغى كسكوف ولا بغيت خلاص ترى ليش ما تبي تصير اليوم كوف الحين باللي يعني الحين تتأخرت في البيت إيه؟ وطاف موعد الكوفي إيه؟ تبى تصير الفلاح إيه؟ لا توكل على الله باكر إن شاء الله بتيني اليوم المغرب ما بعد شو لا العصر بتيني العصر إيه؟ لا تبطي أقول لكم أنا الحين المفروض يكون عندي سماعة حقر ومصاصركم الحين برمس كل حد بيدري بي أنا شو أقول إذا سويت شيء ما تقايل ما بسمعكم ما رمت أي لس داخل ورمس في خاطري قبل ما أسأل الموضوع شو أقول لكم الأول يوم بتقدم على فيزا ولا تعديل وضع تجلس تقبض سيد الحين لا في القانون الجديد هذا ما تصير أبوي عند الموظف داخل وتقبض سيد وتأخذ رقم وصد عودي أنا لا أتي عند طباعي أنتي عند الطباع عطيتها أوراقك وسارا أونلاين وعطوك الفيزا في نفس الوقت وعطوك عدم المغادرة في نفس الوقت وإعفاءاتك في كل دخيل الله يا ابوك موظفين جوازات يبون الفكاك من مشاهدنا نصبح نمسي في الجوازات قال ابوي خلوا شغلهم كله عند الطباعي سير ابوي تترشى لا زيد ولا عبي ولا تجلس تسوم وجهك خمس دقائق ولا انك مخلص هاي فيزا صلاح حتى ساعة ما اخذت والله ما قدمت وزهبت في نفس الوقت غير انا ما جيت استلمها وزهبت الحين والله اني هيك زاهبة وانا الحين جيت استلمت الفيزا وتعديل الوضع كل ابوي كله وانت واجف تعطيهم البيزات ويعطونك الرصيد ويعطونك كل شيء وتترج لا تتمنى لا زيد ولا عبيد على ما تشوف كل هالعرب ما تقدم عند الطباع هذا عادها هذا مدير طباعي ابو احمد خير شيء عاد يوم يجيك مدير مكتب طباعة فاهم في كل القوانين ويخلصك انت يالف ما شيء سر وتعال وما ادري ايش قايل يعدك عذاب الله الاكبر وقميضة أقول لكم يت أشكال بتدخل الجوازات قالوا موبي لا تصير الجوازات شورت كيف يدخلوكم الجوازات ها شرات حد من العرب إن سرت الجوازات وانت لابس شورت بيروحون الشورت بوي يلبسونه يوم بيسيرون البحر بيسير روح أسنعة بيسوي جري على هواية يعني دائرة حكومية وزارة الداخلية سير تدخل وانت لابس شورت معالي الرقبة والله يا ابو خلو أنا لأصدر أمر يرخون بعصا لين هذا منه اتوقع انه ممنوع يعني لا شوف هذا المراجع فتن عليه هذا الموظف اللي هني في الطباعه يقول ابوي ما عيب الواحد يلبس شورت يصير جوازه ان التصرف هذا من ولا من روح ولا من يعني هل القانون موجود انك ما تدخل شورت تدخل الدوائر الحكوميه ما يقدر اتوقع انه الطباع بيتصرف منه اليه يعني اتوقع ان هالقانون موجود انك لابس شورت تدخل جوازه والله يا ابوك هي اللي عندي موعد ويا علي الخاجة الساعة 12 ولين الحين ما سرت كان إن شاء الله مخلص أنا من الجوازات مخلص الجوازات من الطباعين قصدي ولقيت الريال هالي تشوفونها هذا قال لي أنت خالد قلت لي هنا عم خالد قال عرفتك من الحسة وأن طلع منه طلع هذا اسمه محمد البواب محمد البواب هذا محمد البواب الزعابي عديبة من 40 سنة أبوك هذا اللي تشوفونه كان واحد يوم يمشي دش على الأرض يظهر الماء يكسر الحصى يوم يمشي زقت حين يوم شفته ما عرفته براها أقول لمحمد شو ياك أنت عرفتني قال أنت ما اختلفت يا غير أنا بكبري اختلف قلت له شو ياك قمحت هالنمونة من وقت محمد البواب شو ياك هالنمونة قديه حيدك فنان حيدك واحد فنان ورياضي بالدرجة الأولى بعد زي شو ياك محمد البواب هذا كان من يعني وقته ايام الجيت ابو طابوقه فرجع الارض كان رقم واحد من الشباب المميزين رياضي وفنان والعقال ما تشوف على يم شو بقولكم سوى امور ما حد سواها شو بقول هذا في ورقه وصل جديد مال نظام جديد شوف انت وعلي عنك يا بسي شو اللي حلق الكلى خربانة وشو بعد جلطة هذا ما شو كل مدواخ محمد انت الدخول وايد دواخة ما توجف صلب ورا صلب صلب ورا صلب بس اللي فطحتهم صار هذا بعد
ألف لباس عليك أبو تسيب، يعني الله يحفظك يطول عمرك. الحين عاد مفروض أنك تودر للدوافع. ودر ست شهور سنوات ولا لباس عليك أخوي. تقعد مع الشياطين وخلهم ترد. إي والله بودرهم أنا من. وين ودر ما أقدر. شو هالشريان الدم. محمد تدري متى عديبك؟ عديبك الأول يوم زعاب شعبية شعبية من أيام شعبية زعاب، وحين زعبية زعاب انشلوها أنا من 35 سنة. لا خليت مكسي تبصيب شيء شيء في الخاطر. تسلم على الشباب التعرف الله يحفظك وتسلم على عمرك إن شاء الله ما عليك باسل. أسميك الجوازات تيمعين العرب كلها. نعم أسميك الجوازات اللي مضيعنا من لك سنة القطة في الجوازات. سبحانك يا رب. فكوا العرب من الزحمة، فكوا العرب أبوية من الانتظار والرقم، تصير الساعة 10 تخلص هنتين أبدا وانت واجف. حرام أقولكم اللي سوى هالبصرة يعني يستاهل من يحبه على راسه، يزاه الله كل خير. نعم عنا وعن المسلمين أجمعين نفك العرب من والله إني يستاهل يا أبوك. حب اللي حبه على راسي بالي جايزة مني أنا بحصل حبه على راسي خير من اللي من غير عادل الجهات المعنية. لازم بوي باله تبهنيس اللي سوى هالبصرة وفك العرب من الانتظار والصدع والديانة. والله يا ابوك يباله تكريم ويباله تبهنيس. بالله تكريم تكريم وتبهنيس اثنان في واحد. حتى ودرت اللفة كان تبون الصدق. ايه نسيت اخبركم وين ساير، نسيت اخبركم وين ساير. هتعرفون كل منكم يعرف المبنى هذا، مبنى نادي الجزيرة. على ما تشوفون مبنى نادي الجزيرة. وين ساير الحين؟ ساير عند الأستاذ المحامي علي الخاجة. ساير عند المحامي علي الخاجة. جايين كم ودي قبل جرتي هاي الهم أنا، وإن شاء الله من نوصل بسولف وياكم عن الموضوع. أكيد شيء في خير يعني إن شاء الله. ويديب ما يحرو العبث وما يصير إلا الأشياء اللي فيها فائدة الشيء الزين. عمنو داق لي هذا الحين يا ربي نزيه. أقولكم أنا خبرتكم ليش أنا جاي؟ لا ما خبرتكم. أنا طالعة أعماركم بفتح صغير صغيروني ومحتار. أي إنسان بيفتح لبزنس ولا عمل ولا بيفتح أي شيء لازم يكون عنده دراية واستشارة قانونية يستشيرها من ذوي الاختصاص. وأنا تشديت قبل المكتب عند أستاذ علي الخاجة لجل أيام مكان عامل خير وخلصت الموضوع. يا غير المرة هذه أنا جاي أتخبر في موضوع يخصني شخصي، يعني ما يخص الجمهور والمتابعين، يعني شيء خاص فيي روحي. أحب أنكم تكونوا معاي في الصورة يعني للاستفادة، يعني على ما قال قحت ولا ما ضرها. يلا بارك الله فيكم. فارس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما علي دخلت لك جي على غفلة. كيف حالك؟ كيف أنت؟ يلا الله يحفظك. ما يختص بفارس في موضوع الشراكة، الإنسان يبي يسوي شغل وشي شراكة شريك أو أكثر عن شريك. بس جاي أستشيرك في الموضوع. أبو محمد الموضوع اللي تكلم فيه أنت موضوع الشراكة لها كذا اتجاه. الاتجاه الأولي أنك أنت عندك شريكين. أنت أنا شو راح أسوي عشان أنا أنظم العلاقة عندكم في الشركة اللي أبغى تسوونها؟ أول شيء راح أسس لك الشركة على أفضل وجه، يكون في عقد تأسيس. التأسيس هذا يحدد لك مسار الشركة كأنه دستور. أيوة. شو التزامات الشركاء الليلي واللي علي لك واللي عليك. أيوة. طبعا وأهم شخص في الشركة اليوم يكون مدير. أنه هو يملك تقريبا نقول 90% من الصلاحيات، فتأكد أن المدير هذا يكون شخص ملم في إدارة الشركة عشان بس يحافظ على مالك. ولا الفلوس موجودة الحمد لله رب العالمين، مش مشكلة الفلوس، بس كيف تدور الفلوس. استاذ علي اللي تقصد في ابو فارس تدور الفلوس يعني تشغلهن؟ تشغلها. ايوه. وتدير الشركه صح اساسا لا يخسرك. ترى في النهايه هو بيتحمل مسؤوليه. انت ما راح تحمل مسؤوليه الا بقدر راس مالك. راس مال الشركه ذات مسؤوليه محدوده اليوم كم؟ 50,000. اي نعم. تمام؟ يعني راح تخسرها لان الشركه هذا اللي عارف انه مش وافق مش مواطن بالاضافه لموجودات الشركه. لكن انت شو الفائده تروح تتعب نفسك تحط فلوس وتخسر وعمال وتعاقدات اخر شيء ما يفهم. تقصد ان الادمي يوم بيبتدي بيسوي بيزنس اهم شيء الشروط الموجوده في التاسيس عقد التاسيس عقد التاسيس صلاحيات المدير العام.
متأكد انك انت لما تروح مع البنك تأكد انت بعد شو تعطيه مصلحيات في البنوك نفسها بتعد عن القروض الا ما وافقتك انت، لا تعطي صلاحيات تسهيلات الا ما وافقتك انت، ولا القروض ولا اي نوع من التسهيلات ما عدا السحب والايداع والاشياء اليوم. عشان كذي لو تجيب شريك وياك افضل عشان افهم منه اكثر اعرف شو اتجاهات راح تتجهونها انتم مع بعض. ضروري هذا؟ ضروري عشان قال محمد في النهاية هو ذا عقد تأسيس، هذا الدستور راح تمشي عليه والدستور ترى ما يتغير بسهولة. تأكد عقد تأسيس يعني في كل الصلاحيات، كل الصلاحيات والقانون اللي راح يشتغل عليه والآثار القانونية والأرباح والخسائر كل واحد كم نسبته وايد أشياء. تفضل أبو فارس. محمد أنت وشو قلت اليوم على الرأس لكن ما عندك المعلومات الكافية، أنا أبغى أفهم أبغى أعرف شو يعني كيف راح تمشي الشراكة، وانت على قولتك انه هو صاحب الخبره في هذا المجال على اساس انه راعي خبره وانا عندي راس المال. انا ابغى اشوفه. لازم تشوفه. هو عنده راس مال ولا ما عنده راس مال؟ لا بلا راس مال. لا راس المال عندي انا والخبره عنده هو. بس انا انصحك لا تشتغل بخبره بدون راس مال يكون عنده هو، لانه راح يكون مدير راح ياخذ راتب. ايوه وش ببلاش. لكنه هو قال لي انا ما اريد معاش، انا ما اريد راتب، انا اريد اخلص لك شغلك ومع الوقت يوم بتكبر الشركه على اساس انا وثقت في رمسته. انا مش معكم محمد في النهايه، ترى هو في النهايه يكون مدير راح يتسجل في العمل العمال. ايوه هاي يكون في راتب مستحق لان كل حتى لو هو قال انا ما اريد راتب المشكله مو باليوم، المشكله بكره لما يصير بينكم خلاف يروح يطالب الرواتب كلها. لا تنسى انه هو المدير وله صلاحيات، عشان كذا لازم انت تحدد صلاحيات وتوثقها. ايوه تمام عشان ما يتلاعب عليك. انا ما اعرف الريال لكن انا افترض حسن النيه وسوء النيه نفس الوقت كل المشاكل اللي نشوفها. ايوه وايد تجيكم مشاكل من هالنمون. زادني من يومين بعد سرت المحكمة آلاف السيائر ويميع اللوادم التحرى حدي ويجسم زكاف المحكمة. وايد مشاكل خصوصا في الشركات ذات مسؤولية محدودة اللي رأس مالها قليل. حرام. وايد مشاكل، وايد في سرقات، وايد نصب احتيال. والله ذاك اليوم واحد جايني عليه 9 مليون من كثر مواثق في شركة دبسه 9 مليون. 9 مليون؟ 9 مليون وعمره عمره بالله عليك؟ عمره 25 سنة. 25 سنة؟ 25 سنة. كم بالله عليك؟ 9 مليون. يا ربي الرقم كبيرة. هذا شو بسوي فيها؟ واليوم طالب من كل مكان. كان يعني وكان سالفته شرت سالفتي يعني بدايته؟ المشكلة هو وياني هو متدمر، لو كان ياي نفسك أنت الحين وضع يختلف معه. سبحانك يا رب. الوضع يختلف. يعني أنت بعد محمد ما بديت، وهذا الشيء الصح، أنك تستشير قبل ما تبدأ عشان لا تطيح في مشاكل. أيوه. الحمد لله، أنا بعدني توني في الحمد. الحمد لله. انك اليوم انت لو تستشير محامي افضل لك، افضل لك بكثير. بس استشاره عادي ما فيها شيء ويدليك الدرب الصحيح. ما معنى كلمه محامي ومستشار قانوني؟ شو المعنى؟ او هل انه يفرق محامي تي روحه محامي ومستشار قانوني روحه؟ ليش غريب سؤالك يعني؟ كان في خاطري حد منهم المستشار القانوني المحامي وحد بس محامي وحد مستشار، شو الفرق بين هالمستشار؟ وفارس انا عنده سأل انك هالسؤال انا اصلا ما اعرف. ايه انا ما اعرف الاجابه و90% من العرب اللي انا اعرفهم ما يعرفون الاجابه. محمد المحامي يكون مقيد في وزاره العدل اساس انه ياخذ رخصه شرات الليسن يعني ليسن. ايوه يروح ليسن محاماه. ليسن محاماه. اما المستشار القانوني هذا وصل لدرجه علميه معينه او درجه وظيفيه في جهه حكوميه او غير حكوميه فاخذ منصب مستشار، يعني ممكن يقعد نفسي انا ويعطيك استشارة لكن مش محامي، ما يقدر يكون في المحاكم ويمتثل امام القضاء. ايوه ما يقدر، لازم يكون مقيد واماراتي. سبحان الله. المحامي لازم يكون مواطن اماراتي الا في حالات ممكن واحد ياخذ ترخيص للدول الخليجيه والدول العربيه يطرح قضيه معينه بس ترخيص عادي. حين نحن أنا جايينك عسب شيء معين ونحن ترينا بعيد سنة عند المستشار ما بتخلص. ما والله ما بتخلص دخلنا معلومات كثيرة ما شاء الله. موضوعنا أحسن موضوع الشركات تستفيد مني أحسن. جزاك الله خير. يعلى الله بعطيك مادة تقراها. يعلى الله يحفظك يطول بعمرك. مشكور يا أبو فارس بارك الله فيك. الله يحفظكم الأستاذ علي الخاج أبو فارس. جيت قبل 7-8 شهور كان وقتها تو مسوين عامل خير وكان وكنت بفارس انت تدقيت صدرك وقلت اي قضية بتيني من حد يكون معسر تسوي للشيء لوجه الله تعالى.
هل العرض هذا ما زال ساري؟ لا أكيد. سمعوا يا من حضر ويا من للمعسر واللي ما عنده أكيد أتكفل في كل شيء، لكن أتأكد إن عنده شيء لا أكيد. أيوة كنت ليه وقت يقول ما عندي؟ نهاية عندي وكالة عنه بعرف، ما بخلي أنا محامي أدخل واحد ليوز عليه، ما راح أدخل ذكر أحسن. يعني الله يدفع. حاليا أنت ما زلت عند كلمك يا أبو فارس؟ ما زلت. أيوة من هاك اليوم أنا وايدين يوني طلبوا رقمك وعطيتهم. وايدين مننا وما رديت حد. إزاك الله خير وفارس، رقم كبير اللي اتصلوا ويشكرون عليك أنك ما قصرت وياهم وبدون أتعاب وخلصت أمورهم بالاستشارات وبالمرافعات، كل اللي قصرت في حقهم يعلن إن شاء الله في ميزان حسناتك ويكثر من أمثالك ويحفظك. ما تشوف قادي بخير وسهال أنت من فعل الخير. تبارك الرحمن. يح مره مقبره ها قد الادمي لما تقول لي انا ما يحنا ويحنا، هذا اللي يحل ولايه اللي علي رضوان من الله. واي يعلك 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 تضحك في حاميه اللهب. واي لهله. نزيد مساكم الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله صدقاي هلا بتنعار. يلا 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 مش على صلاح. برينج تشير فور مستر صلاح. يلا ها بالمعرس. ما شاء الله ما شاء الله تبارك. سلام عليكم جيلز. ما غادي. ليش تضحك صلاح؟ ما اعرف. لا هاي ما تعرف، هاي بتجتلك يوم من ايام الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. ابو الذواب وزهبت عندنا ابوي مترتشي بالذواب من قبل رمضان. كان شيء وقت ولا كان عندي شغل، واعتذر لكل اللي طلبوا ولا ربط وقتهم، لكن ان شاء الله ابوي فالهم طيب. هادو ها حد يشق وحد يملح. ما شاء الله ذهب ذهب ذهب. شوف اللون رقم واحد. ذواب تنصافي رقم واحد. منضايه نضوي السنة في دقيقة فيها حتى تضرب في خمرة الرأس. هذا الشيء الشغل شارات الادمي. انا مش مسوينا التجاره، لا مسوينا هوايه. الهوايه غير والتجاره غير. البياعي ما يدور عندي، ما اسوي البياعي لو براي لو بلي ربح براي يسد ان الجماعه كلهم مستفيدين من هالكثر سنه. وهاي المهره 30 سنه هاي المهره وعلى هالمنوال والله ما لك الحمد. الامور ماشيه والدنيا مطرجه صراحه. شو الزين عادة؟ الحمد لله الحمد لله بارك الله فيك.
هذا ابوي مهرته بس يحط استكرات، هذا مهرته بس يحط استكرات، وهذا ابوي يصب، هاي يغرف، وهذا يشد، وهذا يملح. ياركن الله ياركن الله البنات، ياركن الله ياركن الله. ليش تضحك؟ ما بنات عيل عيايز عليك ها، والله ينيك ها، ايه عليك به، تبرك على صدرك وتخليك من تغدي من صيد امس. ايه ها تزاق. ليش تتروع انت؟ لا لا، هاي دواركا رقم واحد، هاي فريند رقم واحد، صح دوار. الله يا الخوف، انا ابوه ما حد ابوي بالموت. بركت عليك دواركا، تغدي والله من صيد امس، قصدك عصاد. بس انت بتجلس هني عند الحريف؟ لا شو عيال شو بيجلسك؟ بتصير وياي لو بتجلس؟ يلا اعطيه. ها صلاح صليت انت؟ صليت له لا؟ لا تشرب؟ ما تشرب؟ كيف يعني باكر؟ انت ظاهر من الصبح وحين بتضوي؟ لا بي باكر بيت باكر تبت انت تبتسير البيت الحين وتحاتي باكر الريوق تبا يكون بيض وانا الحين تعطي الاوردر؟ ان شاء الله. شو 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 تقول الحين انت؟ كل شيء موجود، انا ما بشل الشاي وياي، كل شيء موجود. انا باكر الصبح ان الله راد 8:30 بكم في البلاد. صلاح شو هي ان شاء الله باكر عندي شغل ضروري ضروري. هي كلهم هني موجودين. انا ما شو تبى باكر يسوي لك ريوق سيم سيم انا زين ما شي مشكله. يلا الله يحفظك الله يحفظكم. بالنسبه للصواط اللي يسمعون بالصواط ولا يعرفونه، هذا ابوي هو الصواط، هاي يسمونه صواط ريج سقب. قصيدة البوبر اللي عليها رضوان من الله، العيون خالد الخالد يستاهل ابوي لا تتشاهد ولا الله قال. هاي بعد من فصيلة السقم ريج، نعم بيضا بحلقة ويميع الفلافيس ولا تتقاود ولا فيها متعة ولا فيها طعم، شي فتة من شي فتة يبين ما فيها طعم يتشاهد. وحش على الخالد انه بياكل كل سقم، بتعقونه على خالد. اسكن ابوكم اسكن يا ابوكم الخالدي ما في على الصواط، روحه من تفخ قادي هالمتن. عادة الساعة 8:30 بالكثير اسير النادي، اليوم مرة عادة 9:10 بعدني ما قابلته، اليوم نص ساعة متأخر على تحرونا بيرخص يعني نص ساعة هاي بحسبها من تيمه مقصوصات ابوي من وقتي انا، واشهد انه بيدفعني اياهن اريد ما اريد. زين كني نظلتم بارح وايدي منزور المكان، اليوم القرقور شويه خفيف خفيف. القرقور يعني الله يحفظكم فيه خيليه وفيه شويه زريدي، شيء بسيط يعني شيء ما يرزق. ها شوف ما شاء الله هذاك سجل سجل وسيط يعني ذراع ونص ما شاء الله خيبة خن مكبرة من الخنان الكبار. قرب الله تلك بتم بحسه أول ما سألني يو سليب ويل، قلنا لهين عم سليب ويل، قال لي عيال أبوي فتح صحن اليوم يحملني اوزان فوق عن طاقتي، والله يا ابو اخوي اني ما اسوي شف طعام. قلت له رقد زين وكل شيء، قال عيله الحين انا بداوي كدوه يعني كدني مكدش انت تبغون الصدق يا غير. الحمد لله شيء لصالحي يعني، والحين قال لي اليوم جري على الاقل ساعه، اقل شيء ساعه.
الله يحفظكم وصفي تواصفوا بالأول يقولون يوم يجيبون زيقون حد قالوا له ياكم وادي عاهن وياكم وادي عاهن الرد عاد عليه يكون زيقون حد قال ها ياكم وادي عاهن عاد المجاوب يقول بطحة صحم قدامك بطحة صحم قدامك بطحة صحم لو يدفق فيها 200 وادي صحم بطحة صحم يعني ما أدري كم كيلو عرضها فلذلك أبوي ما تعود لو تدفق فيها مليون مليون وادي وادي يدفق ما تعود بالله وادي عاهن ييهم لو ييهم وادي عاهن وادي فتح وادي السيجي وادي العمر كلهم ما يعولن. مساكم الله بالخير، شو رايكم؟ الكم بارض على خريريفه ولا ما الكم بارض؟ شاوروا وردوا علي. انا لي الحين حوالي ساعتين جالس في الخيمه. يا غير تميت متعايز متردد مسجات وتليفونات وعندك ودونك خطف علي الوقت. وحين انتبهت للساعه ولنها 11 من عديت الخروف هي بالي نص ساعه ولا ساعه ساعه قصر ربع تقريبا ولا ساعه الا ربع يعني باكر على الله يحفظكم عندي جميع الاشغال الصبح فما بعرف والله متردد ردوا علي الخبر وانا برد عليكم النبأ ان شاء الله زين يعني ثلاثة او اربعة ردود كلهم ابوي يقولون ابوي لا نبى خراريف ولا شياته وسرر قد فكنا بالصدعة لكن ادب واخساس بدد كن ادب ما يندرى انهم من هاي اللي غايضني او يغايضوني ريال ولا حريم ما اعرف اساميهم يا غير ابوي مال ادب واخساس بعد خروف وبطول بها الله يحفظكم هاي ريال في بلاده عايش بخير وسهاله غير ضاقت به الدنيا ولا ياه رزق ولا عنده دخل ولا عنده كد وما شيء يشغل يا غير ضاق به الحال وما لقط شغل فصار يدور في ارض الله يبى المكد يبى يكد يبى يعيش يبى يفري على عمره ويفري على هله ومعرس عنده حرمه وليد واحد يا غير ضاقت به الدنيا فظهر من بلادي يدور الرزق والدرب ويحرمته ووليده في هاي البلاد وصار يدور فرض الله من بلاد لين بلاد من وادي لين نكود لين من عرقوب لين عرقوب ومن يبل لين يبل كل يوم في بلاد يدور الرزق وين ما يكون ترى بني آدم رزقك وين ما الله كاتب إن بتلقى أنت حماء ضاقت بك الدنيا في البقعة هاي لازم بتلقى رزق رب العالمين ما يخلج إنسان إلا ورزقه رب العالمين خالج انك رب العالمين خلاك كنت ما بعيز انه يرزقك يا غير ينبغى انك انت تحترج ينبغى انك انت يا الادمي تسوي سبب العالمين ما قال لك ايلس وبيك الشغله مكانك اعقلها وتوكل اركض دور السبب شرق غرب ما في بلاد بلاد غير وازم كل ما صار بلاد حصل بهانه سبيستين ثلاث وحصل شويه حلال صار البلاد اللي عقبها وما حصل شيء وهو يمشي ويكد ويمشي ويجمع في هالبيز ويجمع في هالبيز عسب يسوي ثروة ويجمع بيزات يعني ويرد على أهله ويرد على بلاد عند حرمته وولاده طالت به السنين وطال به الوقت وطال به المدى وبعد بعيد عن بلاده مسير تقريبا 3-4 شهور مشي يجمع خير يجمع حلال يجمع يميع الدبش ويميع الرشاب وعطى يلا والخير فضي تيامعت عنده البيزة وتيامع عند أبوي الحلال الحلال من هوش ويعد ورشاب هنا وقرر أنه يشل خيره هذا وحلاله لي وياه ويرد ينشف خلاص ترى لا تاخذ على الغريب عادة الغريب من تهاب لا نعم لا تاخذ على الغريب عادة ترى الغريب من تهاب لا حينه تعودوا عليه العرب قال لازم أبوي بودركم أنا برد بلادي خلاص جمعت اللي أبوي شو التحرر قال ابوي قضيت حايتي ولالي في الهوى راده قضيت حايتي ولالي في الهوى راده وانشف ابوي جدا بلاده قيض موت جهنم ومن بلاد لين بلاد ومن طعس لين طعس ومن هور لين هور وحياة ضنكة ساق رب العالمين لصبخة مطي صبخة مطي هاي
في حدود البو فلاح بعد ما شيها كل ايام امارات ابو امارات ما شيء. قال هل البقعة هاي تسبخت مطي ومحرم محرم البو فلاح يعني الاسرة الحاكمة في ابو ظبي يعني. ولقط ابوي قرب السبخة شويب في خيمة وخطف عليه سلم عليه قال ايش عندك ايش عندك يالس في هالبر روحك نفر واحد آدمي يالس في هالخيمة لا عندك حد ولا شي ياتب شو تسوي؟ قال له أنا تاجر تعيب الرياب بعيد الشر تاجر تم يتلف في الشرق وغرب ما شاف شيء من معالمك كيف تاجر؟ تاجر أنا ما أشوف شيء فيك من الثراء ولا من ترى التاجر يعني يبين عليه علق شوف حالك رثه وما ما حولك حد ولا عندك لا يزوى ولا عندك علم ولا خبر يعني كيف تاجر؟ قال له أنا تاجر أبيع النصايح نصايح؟ قال أبيع نصايح والنصايح تراها ما رجال هذا عاد حين تد منشف وعنده خير يا يعني عندي ميع رتشاب وعندي ميع لدباش ويسوقهن يسوق حلالي صار وعنده ما شاء الله من البيشان أميات. قال يوم اللحينة أنت تبيع النصايح بايعني نصيح من نصايح أبوي نصيحتي هنا ببعير خيبة نصيحة ببعير ترى شو بتعطي؟ قال بعطيك نصيحة لكن اسميها سالفة نصيحة ببعير. قال لك قال لأبوي عيل لكم ما طلبت بنعطيك البعير عنده خير وايد بيني وبينكم آوى على الشويبة يارس في صهية هالشمس وهاللاهوب وصبخت مطي الله أكبر شو خليت آوى على الشويبة يا غير ما بهاين عليه البعير بعطيك بعير عسب نصيحة أنا أبوي تعبت في هالحلال تعبت أنا في هالحلال لين يمعته ما ياني بهين يا ابن الطونطيطة كديت كد اليهد لين رمت يمح الحلال وحين ضاوب بجد أهلي لكن أنا أخبرك يفداك أبوي البعير خبرني بالنصيحة الشي نصيحة كلية اللي جيمت تجيمت بعير. قال توكل على الله قال توكل على الله فالك طيب هذه النصيحة انطلع سهيل لا تامل للسيل انطلع سهيل لا تامل للسيل تم يدير عيونه الرجال بعيدك يا شر وين بيجي السيل صبخت مطي وهالواهيب وهالحر موت جهنم عاد الحين كذا عطيتك كلمة والبعير من صوبك والنصيحة أنا أخذت بها وارخصني عادة ليش عادة ترخص علق سلاحه وحط أبوي تشطم بخزامه وتوكل على الله ساقد بشه وحلاله وطرق ودر عاد ودر البعير أبوي عند الشيبة وتوكل على الله خلاص ترى بعينه شو بيسوي ظهرت من الكلمة والرجال في خير ما يخلف ساء اليوم الأولي والثاني والثالث وطالبه المدى هو يمشي حر جهنم موت طالبه المدى بلاده بعيدة أسبوع أسبوع الثاني الثالث أحينا نسى البعير ونسى الشيب ونسى عطيته ونسى حتى النصيحة نسى آزم كل همه يبقى ما بيسجي دبشه الدبش هلكت الدبش الرتشاب يرومن على العطش الناقة والبعير تصبر على الدبش حول شهر تملي ماء لكن الدابشة إذا ما تشرب يوم بتموت اليوم الثاني الثالث الدابشة ليه من غير ما تروم تصبر عن الماء أكثر عن يومين أو ثلاثة أيام بالكثير ثلاثة أيام بتموت بتجلفع وبتموت طالبه المدى هلت والدبش بيضت العيونهن هو بيضت شواربه وويها ملح وغبار لازم شغله الشاغل يدور مكان يبغي يروي عمره ويروي دبشه وازم بحلج عيونه شرق وغرب لازمت العيون الدور يغير بنكه يطالع شرق وغرب والسماء كان يلقط سحاب ولا غيم ولا طير ولا لازم فقير يدعي ربه يا الله يا رب ترزقنا الغيث يا الله يا رب لو ما شيء غيث دخيل الله لو سحابتن تفكني من صهدة هالشمس يا الله بسحابتن تدور بيني وبين هالشمس اللي تفكني من هاللاهوب
يا سلام، أصباخ ورملة ونقيان والهواء حار. يوم تفكر هناك مد النظر ولنها طويرات فوق، قال أبويها ما طارن طويرات هالنمونة فوق إلا شيء ما موجود. ساق أبوي دبشه باتجاه الطيور، الطيور الطير ما يطير فوق إلا تحتمه 100%، الطير في الخلاء لازم تحتمه. وخلى أبوي الطيور ليهامه. يوم وصل ولن أبوي وادي كم كبره، وادي وفي عين قرب العين والوادي، ولن يميع الخيام عرب يحافظ على هاك العرب، ويا عدها مضافهم واكرموه واحشموه. نعم لانهم بدو وضافهم وسجي وشربت حلاله وارتوت وغير يا ورهم وعين من الله خير ورد حلاله شبع امتزر بطنه وارتوى وغير يعني. جلس عند ابوي الجماعة اليوم الاولي والثاني والثالث، عاد ضاف شيخهم، هو نزل ضيف عند شيخهم شيخ العرب، قوله خيمه يعني بيت شعر قرب بيت الشيخ، شرب صيوان وعلمه وخبره يعني بعد بدو ما يبالهم كلام، الكرم اللي لهم. يد عيثير دعثور ومخرسن مرشش بماء وراح حاط عليه بشار ومنسدح عليه، مركز رويلاته وطايح مسلقاي، طايح على الشادر ومركز رويلاته ويطالع السماء يتفكر في خلق الله، يتفكر في خلقة الله وصنعه السماء وهالنيوم. وشاف النيوم ومن بينهن شاف نيم سهيل، من بين النيوم شاف نيم سهيل وتذكر النصيحة، تذكر النصيحة، النصيحة اللي شارنها ببعير، إن شفت نيم سهيل لا تامن للسيل، إن شفت نيم سهيل لا تامن للسيل. نش أبوي ربع سار حق الشيخ، يا فلان يا فلان يا فلان، قم يا الشيخ وعبوا يربعك وعبوا اليز ولا عندك، وادروه الوادي هاللي انتو فيه، ترى جايينكم سيل، انا شفت ابوي نايم السيل، من شاف نايم السيل لا تامن للسيل، انا هاي النصيحة سامعنها وشارنها ببعير. ضحكت عليه المشايخ وضحكوا عليه العرب، قال ابوي الرجالي خلوه مضحكه، قال ابوي هنا النصيحة هذه هبشار هبوات فعلي بارخ بلاش، شارنها ببعير وهاي لازم بسير بها. نصيحة الغالية بجيمة تبعير، شارنها ولا بسير عليها ولا بعمل بها، هي لنا صدقني ما فيها حاسية. أبوي نشوا الدرهم في واديهم وقبض أبوي حلاله وصار فوق مره عالي الوادي فوق في نهضة، ساق أبوي دمشي وصار جدا عالي دور النكود من هالعلا لفوق، ويلس أبوي هو يدبشه فوق هاك النكود يتر. شو اللي قال فيني؟ شو اللي قال فيني أنا بات في وادي؟ حد يبات في وادي ونايم سهيل صليجي عش العين؟ لا يا أبوي، أشهد أن أبوي زبن، أشهد أن الزبن في أبوي عالي هاك النكود، ويلس أبوي يتريى فرج الله. يوم أبوي تناصى في الليل، يوم تناصى في الليل أبوي المرعد وياهم الوادي وغرق هاك الوادي، وياهم أبوي هاك السيل وغرق الفريج باللي فيه، وما نجا من هاك الفريج نفاخ الضوء غير الحلال بس، ولي نجا حلالهم وادي وادي وساكنين في نص الوادي، يأت أبوي الأمطار والوديان أبوي تساقن في هاك الوادي وغرجة العرب كله هيدواهم ما سمعوا النصيحة. ريال عند إشارة لكم نصيحته مشراية ببعير، حد ما يسمع نصيحة. نش أبوي عاد هو لقط الحلال، ترى الوادي ماتت فريج كامل، فريج عرب كاملين فريج كامل، في لقط أبوي حلالهم وزاد أبوي بحلاله ويه جد بلاده، صاير وين حق حرمته ووليده. وهو يمشي يسوق الحلال، حلال وحلال الجماعة اللي عبارة استوى حلاله، هذاك زاد حلالهم فوق حلاله وتوكل على. تفكر يقول اسميها هاي النصيحة اللي أنا أخذت بها واستنصحت بنصيحة الرجال وخدت بشورة، أسميني فيه حاسية. أبوي النصيحة لبعير أبوي رخيص عليها لو ما أخذ نص حلالي
بعدني أبوكم ما وفيته قدره هذا الشويب اللي أعطاني. الحمد لله أني استنصحت بنصيحته في الوقت المظلم، في الوقت اللي الحق عمري، لحقت عمري يوم استنصح هبني بت في الوادي وانا عارف النصيحة، لانه قال له الشويب ان ظهر سنيم سهيل لا تامن للس، لو انه بات في الوادي يا هما يا هذي لاك يا غير. الحمد لله نستنصح في الادمي يوم حبه ينصحه يستنصح، لازم الادمي يوم حبه ينصحه ياخذ الشور ويرد الشور على ربعه وعلى صدقانه، ما يغدي راي روحه هو. ما تشوفت المجالس، المجلس الوطني والمجلس الاستشاري هكذا اللي يتشاورون العرب، ما يستوي قرار الا اول بادي شورى امرهم شورى، ما حد يتخذ راي مني وطريج، وامرهم شورى بينهم. هذا الناس اللي عليهم رضوان من الله، اللي الله هادنهم ومخلي الرحمه ما بينهم والال. كان راعي بيت تشاور ويا حرمته وعياله وردوا الشور واتخذوا القرار ونفذوا، ما يكون القرار انفرادي. وعقب ما ابوي خطف عليه كم من يوم وصل ابوي عند حرمته وعند عياله في بلاده، وتغير حاله من الفقر لين الغنى. كل ابوي من عزم الرجال، رجال عصم الليلة فيها خير، رجال اللي فيه خير يكد ويتعب ويشقى ويودي الخير لهله، والرجال اللي فيه خير هو اللي يسمع النصيحة ويستنصح وياخذ النصيحة من الناس اللي فيها خير، الناس اللي فاهمة اللي خايفة من الله. ما يستنصح الواحد ما يسوى شف طعام، ما يستنصح حق هاي زبانية النار اللي العشرة منهم ما ينزروا محارة، لا، رجال اللي هو رجال، ولا الحرمة اللي هي حرمة، الحرمة الستير تستنصح من الحريم، تاخذ النصيحة من الحريم الزينات اللي فيهن خير. الحرمة الستير أخذ رأيها، الحرمة راعية الصلاة اللي فيها خوف من الله اللي تصلي الفرض بفرضه، هذا اسمع نصيحته. ما أخذ نصيحة وحده تعرعر من تصبح لين تمسي، ولا اللوفري من مكان لين شرق لين غرب، لا، يوم بتستنصح استنصح من الحرمة اللي فيها خير، وتستنصح من الرجال اللي فيه خير، للرجال اللي فيه مغزى الخروفة كلكم فهمتوا ان اللادمي لازم يستنصح ويسمع الشور ويسمع الراي عندها للراي السديد، ما يغدي ينفرد في الراي روحه، وامرهم شورى بينهم. يلا تصبحون على خير.